تعالوا نشوف موضوع المكرونه ازاي نقدر ان احنا نعملها. المكرونه هننزل مقاديرها، انا بجيب عندي مكرونه اللي هي المقصوصه او المرمريه، الاتنين يشتغلوا معايا كويس جدا. بجيب عندي كوبايتين اتنين كبار من الشوربه، وبعد كده عندي بصل، فلفل الوان، عندي طماطم، عندي فلفل حامي، عندي سمنه، صلصه طماطم، مكعب مرق، وشويه ملح طبعا، وشويه فلفل. دول الحاجه اللي هنبدا ان شاء الله نشتغل فيها دلوقتي، اللي هي المكرونه الحبه والحبه. وتقدري تعملي جنبها فراخ بانيه، تقدري تعملي فراخ دجاج مشوي جنبها، طعمها حلو جدا ولذيذ. بنعملها ازاي؟ بحط عندي اول حاجه اي زي ما اتفقنا اي ماده دهنيه، عندي سمنه او زيت، وابدا ان انا اسيحهم كويس جدا عندي على النار. تمام اهو. وبعد كده بجيب عندي الطماطم طبعا، اقطعها عندي مكعبات صغيره بالبزر بتاعها زي ما هي كده، دي اسهل حاجه واسهل اكله، واكله طعمها حلو جدا، تقدري انك تعمليها عندك ان شاء الله في الايه، في البيت. والناس العزاب اللي بيجي يقولوا اوعى تنزلين اكلات للعزاب، الاكله ديت عزابيه 100%. بناخد عندي المكرونه، وبعد كده هبدا ان انا احط عندي المكرونه ديت. تمام، وببدا ان انا ايه، احمص المكرونه ديت على النار لحد ما تاخد لون ذهبي. تقليب بقى على طول بحيث ان هي تاخد اللون الذهبي بتاعنا. وبعد كده على ما هي تتحمص معايا، بجيب عندي الطماطميه التانيه ديت، وببدا برضو ان انا اقطعها عندي مكعبات صغيره. تمام اهي، وزي ما انتم شايفين كده المكرونه بنبدا ان احنا نحمصها عندنا لحد ما تاخد لون ذهبي. بعد كده بنبدا ان احنا ايه، نحط نسقط لها البصل، لكن ما نستعجلش عليها ونقوم نسقط لها على طول البصل، لازم تاخد اللون الايه، الذهبي الفاتح، وبعد كده نبدا ان احنا نضيف لها بقيه الحاجه. طيب المكرونه خلاص بعد ما اتحمصت معانا، مش هينفع ان انا اسيبها خالص بقى، يعني خلاص لو انا سبتها ممكن ايه تتحرق، فلازم احمصها كويس جدا. تمام اهو، بعد ما خدت لون ذهبي اقوم رايح عم جمل، اقوم واخد عليها البصل اللي انا فرمه. كل ما تحمص فيها كل ما تديكي طعم افضل، بس هو الشطاره بس اللي انت ما تسيبهاش وتمشي، عشان كده مش هينفع اروح العجينه دلوقتي، العجينه خدت الميه بتاعتها خلاص، هنروح لها بس مش دلوقتي. اخد عندي البصل، جميل، البصل فيه ميه، هو اللي ما ينزل هيهد عمليه التسويه والتحميص اللي موجود في المكرونه. خلاص كده المكرونه مش هتحمص على فكره اكتر من كده، تمام، لان البصل مجرد ما ينزل عليها بيظبطها. اقلب كل ده مع بعضه، ويا ريت ان احنا ما نقلبش كتير، ده برضو نوع مهم، حاجه مهمه جدا، لان كتر التقليب كتير ممكن يعجل المكرونه. طماطم، بحط بقى بعد كده عندي الفلفل الحامي عندي على المكرونه، حته حلوه قوي بجد. بعد كده عندي شويه فلفل الوان، ونقلب يا سعاده الباشا كل ده مع بعضه. طيب بعد كده بقوم واخد عندي معلقه من معجون الطماطم، معلقه كبيره، حلوه قوي، سيبها على النار. هنا بقى ناقص ايه بقى، اروح عندي واخد عندي الملح والفلفل، طقم التوابل اللي احنا بنجيبه ده متوفر طبعا باشكاله كلها، يعني عندك في منه النبيتي، في منه الاحمر، في منه الازرق، باللي على فكره بيجي بالستاند، يعني هو بتحطيه هنا كده بالستاند الخاص بيه، وفي منه طبعا الوان كتيره جدا. بحط عندي ملح، وبعد كده بحط عندي شويه من الفلفل الاسمر، وبعد كده بقوم واخد عندي شوربه او ميه سخنه عندي، وببدا اسقي بيهم المكرونه بتاعتنا لحد ما تبدا اللي هي تتشرب معايا. بص زي الرز بالظبط، زي يعني زي بالظبط ما بختم الرز. حط شويه ميه كمان، ونديها التقليبه،
وما نقلبش فيها كتير عشان ما تعجنش معايا. ملح تمام جدا، نغطي عليها. نبدا نتغلي الاول وبعد كده نقوم موطين عليها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا كويس جدا. طيب خلصنا ديت، قوم ايه اللي هي اللي استوت. تمام اهو. بعد ما استوت يا باشا، تمام التمام، خلاص كده بطفي عليها وكده على طول على التقديم.